جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ وهل الدعاء الصالح يصل أيضا للميت؟ وهل يكون من العمل الصالح الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف؟ الميت يصل إليه من ثواب الأعمال ما دل عليه الدليل، وذلك كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة عنه وقضاء الصيام الواجب عليه، كل هذا ورد في الأدلة أنه يصل ثوابه ونفعه إلى الميت. وأما ما عدا ذلك فلا دليل على وصول ثوابه إلى الميت، ومن ذلك قراءة القرآن، فإنه لا دليل على وصول ثواب قراءة القرآن إلى الأموات، ولكن الدعاء والاستغفار وما ثبت بالأدلة فيه كفاية وفيه خير كثير ولله الحمد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا يعم إذا كانت الصدقة والدعاء من أولاده أو من غيرهم من إخوانه المسلمين. نعم.